بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة آل عمران، يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يقرر الحقائق للبشر من أجل التفكير المستقيم والخروج عن التفكير المنحرف: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا حقيقة أن الله سبحانه وتعالى وأن عباده المرسلين لم يأمر الناس أن يتخذوا النبيين أربابا من دون الله، ولا الملائكة أربابا من دون الله، لأن العبد عبد والرب رب، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. ولذلك فلما قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ثناها وقال: ولا يأمركم. يبقى لا يأمركم عائدة على المرسلين وعلى البشر الذي أوحى الله إليه، وبالتالي على الله. إن الله أيضا لا يأمر أبدا في شرعه أن نتخذ الملائكة ولا أن نتخذ النبيين أربابا من دون الله. الفرق بين الملائكة والبشر في هذا المقام هو أن الملائكة معصومة عن الخطأ، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم لا يقعون في المعاصي، وبأصل خلقتهم هم على طاعة دائمة. ولذلك ورد أن الملائكة منهم راكع أبدا، ومنهم ساجد أبدا، ومنهم قائم أبدا، ومنهم طائف أبدا، ومنهم ذاكر أبدا، وهكذا. إذن فهو في حالة طاعة، يبقى لا يقع في المعصية، وبأصل خلقته هو على طاعة أبدا بالخلقة كده. يبقى الدقائق والثواني التي تمر عليه هو في طاعة. فيعتقد الناس فيهم العصمة من الزلل ومن الخطأ، وإذا كان كذلك يقدسونه، وإن قدسوه فإنهم ينزهونه، فإن نزهوه فإن ذلك يقرب من أن يؤلهوه. ولذلك عبد الناس الملائكة، حتى إن بعض الدارسين يقول إن الآلهة الكثيرة التي كان يعبدها اليونان هي في حقيقة الأمر في أوصافها ملائكة. فهناك إله للعدل، وهناك إله للمطر، وهناك إله للرياح، وهناك إله للسماء، وهناك إله للخصب، وهناك إله للجمال، وهناك إله للحب، وهناك إله للحرب. ملائكة يعني، فحولوا الملائكة إلى آلهة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، يبقى الملائكة تقدموا هنا لما فيهم من تنزه ولما فيهم من بعد عن المعصية والقيام بالطاعة، ولأنهم بذلك أقرب إلى الطهر الذي ألها الناس بموجبه من ألهوه. والنبيين من البشر، لكنهم أيضا على حالة طيبة من السيرة الحميدة، من الفطنة والذكاء، من الأصل الطيب، من العمل الصالح، وأيضا هم في حالة عصمة، وأيضا هم في حالة تبليغ للوحي، فهم لا يخطئون، وحينئذ يقدسون، وحينئذ فإنهم ينزهون
وحينئذ يكون ذلك أقرب إلى التأليه. فبيقول لهم لا، في فرق بين التقديس وهو مباح فنحترم الملائكة. وحتى نقول كده سيدنا جبريل لما نزل على سيدنا محمد، ونحترم النبيين ونقول سيدنا، ولكن لا يصل ذلك إلى حد التأليه، ما كان ذلك أبدا، لأن الرب رب والعبد عبد، هناك رحمن وهناك أكوان. الملائكة والنبيون دول منين؟ من الأكوان. والرحمن هو مش متعدد، هو واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يمكن ان هو يلخبطكم ويقول لكم اللخبطه اللي بين الرحمن وبين الاكوان كده، دي لخبطه بشريه وفكر غير مستقيم. ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ ده كفر، ده والكفر جاي منين؟ من تحطيم قضيه الكون وخلقه، فقد كان الله ولم يكن شيء معه، ثم أراد أن يعرف فخلق الخلق وتجلى عليه، فالله عليم فتجلى على الكون بعلمه، وحكيم فتجلى على الكون بحكمته، وجميل فتجلى على الكون بجماله، وقدير فترى القدرة وراء كل شيء، وهو واحد أحد فترى ذلك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن فقضية هذا الخلق أن الله خلق ليتجلى عليه، مش ليحل فيه ولا ليتحد معه، ولا لأن تقول أن الملائكة أو النبيون أو غير ذلك من الشجر أو الحجر أو المضر أو الشمس أو النجوم أو الكواكب آلهة، ما ينفعش. يبقى هنا لخبطت بين الخالق والمخلوق، يبقى قضيت على القضية الأساسية أن الرب رب والعبد عبد، وأن هناك تكليف قد صدر من ربنا لهذا العبد، افعل ولا تفعل، وأن الله سبحانه وتعالى باقي، وأنه بخلاف الحوادث، وأنه 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 إلى آخر ما هنالك من صفات الله التي بيّنها عن نفسه في القرآن الكريم وأمرنا بالإيمان بها، وسماها لكمالها وتمامها وعلو شأنها بالأسماء. هي في الحقيقة صفات، هو الله، لكن صفاته إيه؟ الرحمن والرحيم والقدير والمريد، هذه الصفات سميت بالأسماء. ليه؟ لأنها تنصرف إليه سبحانه عند إطلاقها. واحد مننا رحيم، لكن من هو الرحيم؟ الله. فانتقلت من دائرة الصفات إلى دائرة الأسماء، ولذلك فجل جلال الله ولا نعبد إلا إياه، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.